عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يسعدني ويشرفني أن أقدم دكتورة مروة مصطفى محمد سيف النصر، مدرس بقسم الهندسة المعمارية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، وحصل على الدكتوراه من فنون جميلة عمارة جامعة الإسكندرية بعنوان تعظيم الاستفادة من الاستعمالات العمرانية المهمشة في مدينة الإسكندرية، وحصل على الماجستير من فنون جميلة عمارة جامعة الإسكندرية بعنوان العمارة الديناميكية وتأثيرها على التشكيل المعماري، وحصل على مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية عن التعليم الإلكتروني من مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الإسكندرية، وحصل على دورة تدريبية عن استراتيجية التدريس والتعليم الفعال لكليات ومعاهد التعليم العالي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. أنا سامعين إن شاء الله، تفضلي يا دكتور مروة. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين بيم أريبيا، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم دكتورة مروة مصطفى، مدرس بقسم الهندسة المعمارية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ. السيشن النهاردة عن التعليم الإلكتروني المبنى، هنتعرف فيه خلال المحاضرة بإذن الله إزاي نقدر نعرف كل حاجة عن التعليم مدمج ناجح. تعالوا نشوف الأجندة بتاعت اليوم. هنتكلم عن مفهوم التعليم الإلكتروني، أنواع التعليم الإلكتروني، التعليم الهجين أو الممزوج، أنماط التعليم الهجين، متطلبات التعليم الهجين ومميزاته، وأي سؤال من حضراتكم. أولاً، التعليم الإلكتروني موجود في مصر من زمان وله رؤية واضحة، وده واضح أيضاً من خلال المركز القومي للتعليم الإلكتروني عام 2005. أنشئ هذا المركز بغرض النهوض بجودة التعليم العالي في مصر من خلال إدراك التعلم الإلكتروني كأحد الأنماط الأساسية للتعليم بالجامعات المصرية. وحالياً بيحظى التعليم الإلكتروني بأهمية بالغة في مصر في الفترة الحالية في ظل أزمة كورونا. طيب، إيه هو مفهوم التعليم الإلكتروني؟ هو أسلوب من أساليب التعليم بيعتمد أني بقدم المحتوى التعليمي وبحاول أوصل المهارات والمفاهيم للمتعلم من خلال اعتمادي كلياً وأساسياً على التقنيات الحديثة زي الإنترنت والبريد الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر وتقنيات المعلومات والاتصالات، بحيث أتيح للطالب نوع من أنواع الأكتف ليرنينج مع المحتوى ومع المعلم ومع زملائه بصورة متزامنة أو غير متزامنة في الوقت والمكان والسرعة، وده اللي هنعرفه بالتفصيل في السلايد الجاي إن شاء الله. كل دوت من خلال أن أنا أعمل إدارة للعملية التعليمية ومتطلبات بشكل إلكتروني. طيب، إيه هي أنواع التعليم الإلكتروني؟ في ثلاث أنواع: التعليم المتزامن المباشر، وهنا بيحصل اتصال متزامن بالنص أو الصوت أو الفيديو، فأنا بعمل للطالب نوع من أنواع المحتوى وبعرضه للطالب، ولكن أنا ببقى معاه مباشرة في اللقاء في نفس الوقت، وكل واحد مننا قدام نفس الشاشة زي ما احنا بالظبط دلوقتي في الزوم، كل واحد مننا موجود مع التاني مباشرة. بيحصل هنا مشاركة مع المعلم، وبيحصل كمان ان المعلم بيقدر يحصل على فيدباك من الطالب، بيعرف هو فاهم ولا لأ، فلو الطالب مش فاهم يبدأ يعيد جزء من شرحه مرة تانية. لكن التعليم غير المتزامن او الغير مباشر، هنا بيسجل المعلم درس في فيديو مسجل أو محتوى رقمي، وبيبتدأ يبعته للطلبة عبر البريد الإلكتروني، وبيبقى الطالب يقدر يشوف المحاضرة المسجلة دي في أي وقت، لكن ما بيحصلش اتصال ما بين المعلم والمتعلم في نفس الوقت، كلاهما بيبقى بيشوف المحتوى بيبعته الدكتور في وقت والطالب بيشوفه في أي وقت تاني، ما بيحصلش اتصال مباشر. وهنا ما بيحصلش ان الدكتور او عضو هيئة التدريس ان بيطلع له فيدباك من الطالب هو فاهم ولا مش فاهم. بعد كده في نوع ثالث، هو التعليم الالكتروني المدمج، وهنا بيحصل مزيج ما بين التعليم الفصلي اللي هو فيس تو فيس اللي انا اشوف الطالب في المحاضره، وما بين التعليم الذاتي، وما بين التعليم الالكتروني سواء متزامن او غير متزامن. طيب، التعليم المدمج أو الهجين اللي هو blended learning ليه عدة مسميات.
يسمى بالتعليم المزيج، وأيضا التعليم الخليط أو المختلط، التعليم المتمازج، التعليم المؤلف. وهو أنا بمزج ما بين نظام التعليم الفصلي العادي التقليدي فيس تو فيس وما بين الإي ليرنينج التعليم عبر الإنترنت. طيب إيه هي أنماط التعليم الهجين؟ في عدة أنماط، في حدود 150 استراتيجية للتعليم الهجين أو البلندد ليرنينج، لكن أكثرهم شيوعاً الأنظمة دي: التناوب روتيشن موديل، المارن فليكس موديل، النموذج الانتقائي سيلف بلند موديل، والتعليم الافتراضي المكثف انريتش فيرتوال موديل. التناوب في بيندرج تحتيه اربع انواع من الروتيشن او التناوب: التناوب المتمركز ستيشن روتيشن موديل، التناوب الذاتي انديفيدوال روتيشن موديل، التناوب المعاملي لاب روتيشن موديل، والصف المعكوس فلابد كلاس روم. خلينا نشوف كل نمط وازاي نقدر نحققه في تدريسنا. أول نمط، النمط التناوب أو الروتيشن. في التناوب أو الروتيشن بيتشارك بين الصف التقليدي إن بيبقى فيه محاضرة فيس تو فيس وما بين التعليم الإلكتروني، بيحصل نوع من أنواع التبادل أو التناوب طبقا لجدول محدد. عضو هيئة التدريس بيحط جدول محدد، المجموعات اللي قدامه بيمسك المجموعة في الكلاس وبيبتدأ يقسمها المجموعات، مجموعة بتتلقى وليكن فيس تو فيس، مجموعة أخرى بتعمل عمل جماعي، مجموعة تالتة زي ما احنا شايفين بتعمل e-learning. كل دول موجودين ولكن هما موجودين في نفس الكلاس داخل الفصل الواحد، ما بيحصلش أي انتقال من شغل المجاميع دي إلى داخل الكلاس نفسه. المحطات دي بيدور فيها الطلاب، على الأقل لازم يكون محطة من المحطات اللي المجموعات بتمر فيها دي e-learning. وزي ما احنا شايفين بيعمل الدكتور بيحدد ستيشن روتيشن شارت وبيحدد كل جروب هيشتغل معاه. المجموعات دي هتبقى النظام اللي هم او المحطات اللي هم فيها في التدريس هتبقى عامله ازاي. النوع الثاني التناوب المعاملي، وهي بنقسم الطلاب الى مجموعتين، المجموعه الاولى فيس تو فيس داخل الفصل، والمجموعه الثانيه بنقلها الى اللاب عشان تحصل على عملية تعليم عبر الإنترنت. هنا بيحصل نقل مجموعة خارج الفصل، وهو ده الفرق بقى هنا بيظهر ما بين التناوب المعاملي والتناوب المتمركز. التناوب المتمركز كل المجموعات بتشتغل داخل الكلاس، محدش بيطلع بره، لكن التناوب المعاملي جزء من الطلبة يشتغلوا فيس تو فيس داخل الكلاس والمجموعة التانية بتنتقل إلى المعمل. بتتناوب المجموعات ضمن جدول برضو محدد أو بناء على توجيه عضو هيئة التدريس بين التعليم الصفي والتعليم الإلكتروني. التناوب الذاتي بيحدث دوران ضمن جدول محدد أو بناء على توجيه عضو هيئة التدريس بين التعليم الصفي والتعليم الإلكتروني، ولكن هنا بيحصل أن أنا بختار طالب من كل مجموعة على حدة وبعمل عملية نقل ليه حسب تقدير المعلم لما يناسب المتعلم او حسب احتياج الطالب. بمعنى ان انا قسمتهم مجموعات ولقيت ان في طالب في مجموعه مش قادر يعمل كوبريشن اكتيفيتي باسلوب كويس، فابدا انقله من المجموعه دي لمجموعه ثانيه، وليكن المجموعه دي فيس تو فيس، بحيث يتلقى مجموعه من المعرفه تمكنه بعد كده ان هو يبقى افضل ويخش بعد كده على المجموعه الثانيه وهكذا. فلابد كلاس روم، الصف المعكوس، وده من أنظمة والاستراتيجيات الشائعة والموجودة إن بيتم خلال مرحلتين. أول مرحلة خارج الفصل، يبدأ عضو هيئة التدريس يبعت محتوى علمي عبارة عن مقطع فيديو في الموضوع اللي هو هيناقشه خلال المحاضرة ويبعته للطلب. الطالب يبدأ يفتحه ويطلع عليه ويقرأ كل اللي فيه، وبعد كده لما يدخل داخل الفصل ساعتها بقى ما ابداش انا كعضو هيئة التدريس ان انا اوضح له المعلومه من اول وجديد، لا هو بيبقى عنده خلفيه وعارف كل حاجه قبليها قريها، فيحصل نوع من انواع ايه ما ضيعش وقتي بقى في الكلاس، وكل الوقت اللي انا في الكلاس يكون نوع من انواع النقاش وانشطه تفاعليه واكتيفيتي داخل الكلاس. فليكس موديل،
الفلكس موديل هنا هو نوع أيضا يتشارك ما بين التعليم الصفي مع التعليم الإلكتروني، لكن التركيز الأكبر هنا بيكون على التعليم الإلكتروني. وأثناء التعلم داخل الفصل بيقدم المعلم الدعم وجها لوجه للطالب فقط عند طلبه، يعني بمعنى إن الطالب هو المسيطر وهو المسؤول عن نفسه، زي بالظبط المشروعات الجماعية، هم بيقعدوا يشتغلوا مع بعض، عضو هيئة التدريس بيبقى ما هو إلا موجود معاهم لو هم سألوا سؤال يبتدأ يوضح لهم، لكن ما بيحصلش عملية تلقين منه للطالب، هم بيشتغلوا لوحدهم وبيعتمدوا على نفسهم الطالب في اختياره للشغل. النموذج الانتقائي، النموذج الانتقائي بيتلقى الطالب مادة أو أكثر إلكترونية بشكل كامل. هنا الطالب هو اللي بيحدد مادة أو اتنين أو أكثر من مادة إلكترونية بياخدها بشكل كامل بمساعدة معلم على الإنترنت. المعلم أو عضو هيئة التدريس هو تابع للمؤسسة التعليمية، وبقية المقررات الطالب عادي بياخدها جوه الحرم المؤسسة عادي التعليمية، لكن هو بس بينتقي مادة أو اتنين ياخدهم تعليم إلكتروني بالكامل. النموذج الافتراضي المكثف، في النموذج ده بالظبط هو التعليم عن بعد، ان انا اقدر اخد كل المقررات بتاعتي اونلاين وما بيكونش في لقاء مباشر مع عضو هيئة التدريس الا بس مره او اتنين خلال الترم كله. طيب ايه هي متطلبات التعليم الهجين؟ في بعض المتطلبات التقنيه اهمها نظم اداره التعليم الالكتروني اللي هي Learning Management System. لازم يكون في منصه ونظام يسمح بتقديم المقررات والمحتوى العلمي، بأنه بتكون طريقة منظمة وسهلة التصفح للطالب، من خلاله بيتيح إدارة هذه المقررات الدراسية ومتابعة الطالب وتقويم الطالب، زي بالظبط من أكثر المنصات المشهورة منصة الموديل. وإيه هي مميزات المنصات دي؟ أول حاجة إن هو فيها نوع من أنواع التسجيل، إن أنا بعرف إدراك لبيانات الطالب اللي داخل المقرر بتاعي. تاني حاجة يحصل عملية جدولة، وابتدأ ساعتها جوه الموديل بعمل جدولة المقرر وبحط خطة للمقرر بتاعي الطالب بيقدر يمشي عليها وبسهولة. التوصيل، بوصل للطالب المحتوى العلمي بطريقة إلكترونية فالطالب بيقدر يوصل له المادة العلمية بسهولة. يحصل فيه كمان نوع من المتابعة والتقويم، ببقى عارفة وتابع أداء الطالب قدامي، بيظهر قدامي ريبورتات بمقدرة الطالب قدامي، وبالتالي المنصة دي فعلا من نوع الأنظمة اللي بتدير التعليم الإلكتروني بأسلوب سليم، لأنه بيحصل كمان نوع من أنواع الاتصال خلالها، وكده بقدر من خلال الدردشات الموجودة ومنتديات النقاش والبريد الإلكتروني ومشاركة الملفات إن أنا أضمن التفاعل التام ما بيني وبين الطالب خلال التعليم الهجين. أيضا من الحاجات متطلبات بتاعة التعليم الهجين المتطلبات البشرية، توفير العنصر البشري الكفء من أهم متطلبات الوصول إلى نظام تعليم إلكتروني متكامل، إن هو لابد إن يكون فيه طبعا معلمين متدربين على التكنولوجيا الرقمية وقادرين على إنتاج نظام تعليم إلكتروني سليم. إيه هي مميزات التعليم الهجين؟ تحسين جودة البرامج والمقررات والمصادر، تحسين جودة التعليم ونماذج التعلم، لأن هنا ببعد عن أسلوب التلقين اللي كان بيتم في الصف التقليدي العادي، وبيحصل نوع من الأكتف ليرنينج، وبيحصل تدعيم لمهارات التعليم الذاتي لدى الطلاب. أيضا من مميزات تحرير المتعلمين من القيود التي يفرضها نظام التعليم التقليدي، يحصل نشر للتعليم الجيد، تطوير الأداء الأكاديمي والمهني للأساتذة الجامعيين، وبالتالي خلال عملية التعليم الهجين حصل تدريب للمعلمين والطلاب على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وده عمل تطوير في أداء الكل، توفير مزيد من الوقت وتسريع عملية التعليم. ومن بعض الاستراتيجيات المهمة جدا اللي بتساعدنا في التعليم الإلكتروني، خلال المحاضرة أنا ممكن أخلي الطالب يحصل نوع من أنواع الرياكشن العالي ويبتدأ يتجاوب معايا بأسلوب أعلى ويتفاعل معايا،
ودوت من خلال ان انا بقوله ان خلال المحاضرة هيكون في نوع من انواع الاسئلة انت هتجاوب عليها، ودوت هيديك وليكن نوع من انواع البونص. فالطالب ابتدى يركز معايا جدا في المحاضرة، سواء ان هو حتى وهو مش موجود معايا فيس تو فيس، والنوع دوت جديد وتم تطبيقه بالفعل جيمفيكشن اوف ليرنينج، اللي هو التعليم باسلوب اللعب، وفي كتير من التولز والابس اللي بتدعم ده، واشهرهم هو نظام الكهوت. النظام دوت من الابس دوت، انا كنت والله مشيره يعني محضره فيديو لحضراتكم ازاي يتم تنفيذه، لكن للاسف مش عاوز يشتغل. الفيديو هو سهل جدا، انا هشرحه لحضراتكم. انا بخش على www.kahoot.com وبعمل ساين اب زي اي برنامج عادي، وبعد كده بدوس ساين ان وبخش، بلاقي كافه البيانات اللي انا كتبتها موجوده قدامي، بضغط على كرييت وبعمل كهوت جديد. الكهوت ده بيبقى بيسالني على انظمه الاسئله اللي انا محتاج احطها للطالب، فبدوس لإلا فورس او ترو او ايكن نوع نمط السؤال اللي انا عاوزه، وبعدين داخل السؤال ببتدي احدد التايم ليميت للسؤال، واحط الاجابات بتاعه السؤال، واحدد ايهما اجابه الصحيحه. بعد كده بعد ما بحدد بعمل من 4 لـ5 أسئلة كده، انا ببقى عملت الكويز بتاعي. بعد كده ببدا خلاص انا حددت الكويز بتاعي، بخلي الطلبه تخش من على الموبايل بتاعهم على www.kahoot.it، وبديهم كود الجيم اللي بتظهر لي بعد ما بخلص الجيم بتاعتي. الطالب بيحط الكود بيخش جوه الجيم، السؤال الاول بيظهر له، وبالتالي بيديله التايم اللي انا حاطه كلمه، بيدوس على الاجابه يظهر قدامي على طول ريبورت بمين اللي جاوب السؤال وايهما اسرع في الوقت المحدد، وكم واحد حل السؤال وكم واحد ما حلش السؤال، وهكذا لغايه ما بخلص الاسئله بتاعتي كلها. وبعدين بيطلع لي ريبورت عام بتدرج الطلبه في الاجابه، مين الاول والثاني والثالث وهكذا، وبيقول لي ان كان في اسئله صعبه جدا او الطلبه ما حلوهاش صح باسلوب سليم الاول، بيحدد لي الاسئله دي. وهنا انا بقدر اعمل نوع من انواع التفاعل داخل التعليم الالكتروني، وبخلي الطالب يقدر يتفاعل معايا باسلوب افضل، وفي نفس الوقت بيحصل نوع من انواع الحماس ما بين الطلبه، ان هم كل واحد منهم عاوز يبقى افضل ويحقق انجاز افضل في الجيم دي. وده برضو الاسئله دي بتبقى مفيده جدا، وبقدر انا كعضو هيئه التدريس اتاكد ان الاسئله دي قد ايه هي، هل هي صعبه بالنسبه للطالب، ابتدى مثلا ما احطهاش في الامتحان لو هي صعبه جدا، لو هو في عدد كبير حلها طب السؤال ده سهل جدا، فاقدر اقيس مستوى السؤال من خلال الجيم دي. متشكره قوي لحسن استماعكم، ولو في اي اسئله انا محاضراتكم. شكرا جدا يا دكتور على المحاضره الجميله ديت. متشكره قوي يا باشمهندس، متشكره قوي لذوقك. لو في حد يا جماعه عنده سؤال ممكن يعمل ريز هاند ونفتح له المايك. شكرا يا دكتور مروه، بجد المحاضره جميله، ومعلش على المشكله الصغيره دي، ان شاء الله تتحل باذن الله بعد كده المحاضرات اللي جايه. ويعني وانت بتتكلمي كده عماله ارتب افكاري في المواد اللي بدرسها، واقول لنفسي طب النظام التناوب الذاتي ده ممكن يشتغل مع ماده مثلا زي التصميم المعماري عندي، التناوب المعماري، عماله افكر هو المفروض ان احنا نستخدم ايه. وليه من خلال تجربتك بقى يعني افضل نظام او افضل طريقه استخدمتيها وجابت نتيجه افضل مع الطلبه، يعني ده سؤالي بس مش اكتر. وشكرا على المحاضره الجميله دي، كانت استفدت جدا. عفوا دكتوره شيماء، هو انا الانظمه صراحه اكترها استخدمتها بالفعل، لكن في لاب كلاس روم او الصف المعكوس هو كان من افضلهم نتيجه للطالب، اني ببدا ابعت له مقطع فيديو عن الموضوع اللي انا لسه هناقشه في المحاضره، والطالب بيخش من الموبايل في اي وقت يبتدا يعني يعرض يبتدا يشوف المعلومه كده باسلوب سريع. لما بيجي داخل الفصل طبعا مع وجود كورونا احنا كنا بنشتغل 50% داخل الكلاس غير الاول، يعني لو المادة 4 ساعات كنا بنشتغل ساعتين فقط، فبالتالي الساعتين كانوا كافيين ان احنا
ما نبداش الديفينيشنز الاساسيه بتاعت الموضوع، لا احنا بخش على طول على نقاش وحوار مع الطالب، ايه اللي وقف معاك في الجزء دوت، انت ايه رايك في المعلومات اللي وصلت لك، يحصل نوع من انواع النقاش، ده يسالني سؤال وده يسالني سؤال، ابتدى اوضح لده المعلومه، الطالب التاني يسال سؤال، ابتدى اعمل توضيح، يحصل نوع من الانشطه التفاعليه، الطلبه بتسال بعضيها وترد على بعضيها نتيجه ان هم قروا الحاجه وفهموها، فبدا حصل نوع من انواع النقاش، ده ما بياخدش وقت اكبر في وجودنا داخل الكلاس وبيدعم نوع من انواع التفاعل، وده طبعا اللي احنا محتاجينه، ان احنا حاليا بنعتمد في شغلنا على التعليم القائم على الجدارات او الكومبتنسز، اللي احنا محتاجين ان الطالب يدعم نفسه باسلوب السيلف ليرنينج وما يعتمدش اعتماد كليا على اسلوب التلقين اللي كان بيتم ان الدكتور بيخش يلقنه بالمعلومه من خلال المعرفه والفهم فقط، لا احنا بنحتاج تطويل لقدرات الطالب، وان الطالب يبقى عنده نشاط وتفاعل ويبقى ليه شخصيه ويقدر يتجاوب مع زمايله. باشمهندس مصطفى زين اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جدا يا دكتور مجهود حضرتك. انا عندي بس سؤال، ممكن اعرف بس حضرتك تأيد التعليم الهجين في مصر بنسبة قد ايه يعني، خاصة في كليات هندسة؟ بص انا هقول لحضرتك بصراحة، احنا في الكلية عندنا عملنا التعليم الهجين، هو كان كويس جدا، يعني بنسبة 81% كفء، لان التعليم هو زود من مهارات مش بس المعلم والمتعلم، الاثنين مهاراتهم زادت جدا من وجود التعليم الهجين، كنا بنعتمد في الاساس على التعليم التقليدي والمحاضرات العاديه، لكن بوجود التعليم الهجين دخلنا التعليم الالكتروني ودخلنا المنصات المنصه والحاجات دي دعمت اكتر عمليه التعليم، الطالب بقى معاه المحاضره في اي وقت، يقدر يخش على المنصه، يقدر يسمع المحاضره مرارا وتكرارا، يقدر يعمل مجموعه من الكويزات على المنصه، انا كمان كعضو هيئه التدريس بقدر اتابع واقوم الطالب في اي وقت، ودوت بيخليني يحصل نوع من انواع السيطره بمعنى اخص السيطره فعلا على المقرر وعلى كفاءه المنظومه التعليميه. تمام يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. شكرا لك. اتفضل دكتور سامي. متشكرين على المحاضرة القيمة دي دكتور مروة. شكرا لك يا دكتور. أنا بس علي سؤال، هو لو إحنا بنكلف الطالب بإن هو بنديله توبيك ونقول له جهز محاضرة في الموضوع ده، وهو يقوم بشرحه سواء في الكلاس أو عن طريق الأونلاين يبعت به فيديو في الموضوع اللي إحنا كلفناه به، ده يندرج تحت أي نوع من أنواع التعليم الإلكتروني؟ دوت يعتمد يعني يندرج تحت السيلف ليرنينج، التعليم الذاتي، ان هو الطالب يعلم نفسه بنفسه، ان يعني انت تدي له توبيك هو يبدا يعمل سيرش عليه، ثم بعد كده خلال الكلاس يحصل نوع من انواع الحوار والنقاش بين عضو هيئه التدريس وما بين الطالب، توضح له النقاط، هو بيشرح الاول الماده الجزء او المحتوى اللي هو جابه، وبيحصل نوع من انواع النقاش، ده نوع من انواع التعليم الذاتي، بيخلي وهو ده اللي احنا محتاجينه فعلا، احنا نخلي الطالب قادر على انه يزود من كفاءته من ناحيه التعليم الذاتي، انه لما بيخرج لسوق العمل بيلاقي ان هو لوحده، بيبقى مش قادر ان هو يتجاوب باسلوب كامل مع سوق العمل، ان سوق العمل هو محتاج ان هو يعمل سيلف ليرنينج لاي نقطه هو واقف فيها، يدعم نفسه بنفسه، اصبح بقى ما حدش هيقدر يديله المعلومه، لا هو مفترض ان هو يقدر يوصل للمعلومه بنفسه. واسلوب التعليم الذاتي ده طبعا من الانظمه مهمه جدا اللي برضو بالنسبه للنص بتاع القطاع الهندسي 2018 وموضوع التعليم المبني على الجدارات بيدعمه جدا في الفتره الحاليه. طب ايه الفرق ما بينه وبين الصف المعكوس؟ الصف المعكوس حضرتك اللي بتبعت للطالب المحتوى العلمي، مقطع الفيديو شارح فيه جزء من المحاضره، بتشرح له التوبكس الاساسيه، بحيث لما يجي داخل الكلاس ما نقعدش نعيد الجزء ده من الاول، لا هو الطالب عنده خلفيه عن الموضوع، عن العناصر الاساسيه بتاعه الموضوع، داخل الكلاس بقى بيتم
نوع من أنواع النقاش بيسأل حضرتك أنا واقف معايا النقطة الفلانية دي، هل يبقى حضرتك مش هتعيد كل الفايل، لا هتاخد النقطة بس اللي الطالب بيسأل فيها، وتحصل نوع من أنواع النقاش أثناء الفصل. وبكده أنا بيحصل على المعارف الأساسية الخاصة بالموضوع اللي يعني مش محتاجة المعلم إنه يقعد يتابع فيه يشرح. بالظبط بيتم عملية بس نقاش وحوار من المعلم للطلبة لو وقف معاهم نقاط، وبيحصل نوع من أنواع الأنشطة التفاعلية، بيحصل تفاعل، الطالب ده بيسأل الطالب ده بيرد عليه، وحضرتك بتدير العملية دي في وجودك بحيث يتم النقاش بأسلوب تفاعلي. برضك ما زال عندي برضك زي نفس السؤال الدكتوره اللي سبقتني الدكتوره الفاضله، ان ما زال برضك حاجه مقررات زي التصميم المعماري احنا ما زلنا بنعاني منها في التعليم الالكتروني او التعليم عن بعد. لسه في ما زال في طريقه فعاله او اداه الكترونيه تقدر تساعدنا في الموضوع ده؟ يعني انت وصلت لحضرتك لحاجه، وخصوصا انت برضك حضرتك استاذه عماره، فما زال لسه بنعاني في النقطه دي. وشاكر لحضرتك وشكرا ليك. تؤمرني يا دكتور اقول لحضرتك حاجه، هو بالنسبه للتعليم الالكتروني بس لوحده بالنسبه لماده التصميم العمراني من الصعب فعلا، لكن التعليم الهجين ان انا ادمج ما بين التعليم الالكتروني وما بين وجودي داخل الكلاس ده اثبت نجاحه. يعني انا ممكن خلال الكلاس ادي بعض التمارين والتدريبات، ومن خلال الزوم اتابع معاه محاضره مثلا تختص الموضوع، او اناقش معاه الابحاث بتاعت بعض المشروعات، او ان انا ابتدى اشوف تطور الفكره التصميميه بتاعته، دي ممكن خلال الزوم. لكن ان انا يبقى تصميم مباشره كله من خلال التعليم الالكتروني ده صعب فعلا، صعب. هينتج مشروع معماري بس مش بالاسلوب اللي احنا عاوزينه او بالطريقه اللي احنا عاوزينها. شكرا يا دكتور، شكرا. شكرا لك. باشمهندس حسين اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام باشمهندس عبد الله. يعطيك العافية دكتورة، شكرا جزيلا لك على المحاضرة القيمة. تفضل باشمهندس. مهندس عبد الله مراياتي من سوريا، مهندس ميكانيك. دكتورة لو سمحتي أنا في عندي بس استفسار بسيط. نحن فهمنا من حضرتك أنه عملية التعليم هي عبارة عن عدة محاور، تفضلتي حضرتك أهمها هو التعليم الذاتي. اللي بدي أسأله أنا أنه هل يوجد طرق معينة نحن نقدر نعلم الطلاب نفسهم كيف يعملوا تعليم ذاتي لحالهم؟ هلأ بلاحظ أنا كتير من الناس بيشتكوا أنه أنا بيكون عندي كتير حماس وكتير دافع أني بلش أتعلم أمر معين، فلنفرض شغلة مهارة معينة باختصاصنا مثلا، بيمضى وقت مثلا يوم أو يومين بيروح على الحماس وما بيعود بيقدر يشتغل على حاله. فهل في تقنيات او مهارات معينه نحن نقدر نعلم الطلاب انه اذا هذا الدافع موجود ينمو ويصيروا يعانوا حالهم ذاتيا؟ هو دوت بيبقى بتمكن عضو هيئه التدريس ان هو يقدر يعلم الطالب التعليم الذاتي ازاي، هو اللي بيقدر يدير الاستراتيجيات خلال تواجده مع الطلبه في الفصل. وده اللي انا ابتدى ازاي اقدر اعمل حوار مع الطالب واخلي الطالب يطلع معلومات باسلوب سليم ويتعامل مع اللي حواليه باسلوب سليم، وابتدى النقاش يكون فيه حوار كفء. ثانيا ان انا اطلب منه ان هو يعمل سيرش في توبكس معين او يطور نفسه في النقطه دي، وابتدى اتابعه انا كعضو هيئه التدريس اشوف هو بيعمل ايه، هل هو وصل للنقطه دي، فهم كويس باسلوب كويس ولا لا. وهو ده اللي احنا محتاجين، ان هو بقى مش انا اخش ادي محاضرتي وخلاص. يعني معظم اعضاء التدريس بيستسهل الموضوع للاسف، وبيعمل نوع من انواع التلقين، بيخش يبدا يلقي على الطالب المحاضره وانتهى الوضع. لا احنا مفترض ان انا بقول المحاضره بتاعتي، وبعدين ممكن اقول للطلبه انا عندي الاثنين النقطتين دول، محتاج منكم ان انتوا تقسموا نفسكم جروبس، وكل جروب يعمل سيرش فيها، ولما اجي مره جايه يحصل نوع من انواع النقاش بدايه المحاضره عن النقطتين دول، وعاوزين نطلع منهم اهداف ونقاط اساسيه نبدا بيها المحاضره الجايه. فالطالب يبتدا يعمل سيرش عن الموضوع دوت، ويبتدا
ينتظر قدوم المحاضرة الجاية عشان يبتدأ يحصل نقاش ويحصل تجاوب بقى ما بيني وبين الطالب بأسلوب سليم. وطول ما أنا داير كعضو هيئة تدريس الموضوع كويس، طول ما الطالب هيتعلم يعني إيه سيلف ليرنينج، وهيقدر بكده إن هو بعد كده لما يطلع خارج نطاق الكلية خلاص طلع لسوق العمل، يقدر بقى يعمل الموضوع ده بنفسه ويتابعه ويكرره. يا رب أكون جاوبت لحضرتك على السؤال. باشمهندس حسين اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني محاضرة ممتازة الحقيقة، بس هي محتاجة حاجة معينة. هقول لحضرتك، احنا دلوقتي حضرتك استعرضتي 5 6 طرق. تمام. طيب، وعندنا احنا أصلا درجة جودة التعليم بالنسبة لنا هنا في مصر بالنسبة للانترناشونال نورمز، واخدة بال حضرتك؟ تمام. فهل الطرق دي وصلت لنسبة قد إيه من جودة التعليم في مصر ومن جودة التعليم انترناشونال؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إذا كانت هذه الطرق في التعليم يعني واصلة لدرجة إن هي تبقى ميرلي مساوية مثلا للتراديشنال اللي إحنا بنستخدمه في الجامعات من 100 سنة دلوقتي ولا حاجة، يبقى هل ممكن هي تبقى هي استمرار يبقى الموضوع تستمر يعني حتى بعد الموضوع الكورونا ده ما يخلص، ويستمر التعليم بهذا النسق، ولا ايه الرأي النهائي؟ معلش هو سؤال مركب شويه لكن هام جدا يعني. لا ما هو ده انا بقول لحضرتك عليه، يعني ايه يعني كل طريقه من الطرق الموجوده دي لو جينا نعمل لها اسسمنت للكواليتي بتاعتها ريفيرنج للنورمال جريدز بتاعتنا في الجامعات بتاعتنا، جامعاتنا في مصر والشرق مثلا ولا حاجه، وعلاقتها برضه بجوده التعليم انترناشونالي الجامعات اللي هي الكبيره يعني، ونعرف ايه اللي ممكن يستمر معانا، يعني لان احنا لو الموضوع كده يبقى ده هنبقى ممتازه، ما احناش محتاجين بقى كل ال 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 الجامعات دي كلها ولا المباني دي كلها ولا الكلام ده كله، محتاجين ان احنا مثلا ندخل جي 5 بقى ونشتغل يعني من كل واحد من مكانه اسهل، ونريح المرور ونريح الناس كلها، بتبقى الدنيا يعني ايه سو سموث يعني. ف يعني وصلت السؤال؟ معلش يمكن تمام. حضرتك بتسال احنا ازاي الانظمه دي نقدر نحقق من خلالها جوده في التعليم، يعني هل الانظمه دي لو احنا عملناها هتحقق جودة التعليم فعلا ولا لا؟ بص اقول لحضرتك حاجة، الأنظمة دي في بعض المؤشرات للجودة المعتمدة على تصميم وتطوير المواد الدراسية لبرامج التعليم عن بعد، يعني اي مقرر او برنامج بعلمه للطالب بأسلوب إلكتروني لابد اتأكد من ان هو محقق مؤشرات الجودة من خلال او ايه طب ايه هي المؤشرات اللي انا اعرف منها ان المقرر ده كان الجوده فيه كويسه ولا لا؟ تصميم وتطوير المواد الدراسيه، المواد الدراسيه دي مصممه باسلوب حلو وكويس ولا لا؟ البنيه التكنولوجيه المناسبه، لازم تكون موجود بنيه تكنولوجيه مناسبه عشان يحصل نوع من انواع الجوده في تقديم البرامج الالكترونيه دي. كل العناصر دي كانت متاحه وموجوده، اذا الانظمه دي هتقدر تتحقق. بعض الخدمات تكون موجودة والمساندات للطلبة تكون متاحة، يعني التقنيات التكنولوجية موجودة في الجامعة وكل الأنظمة والكتب الإلكترونية والحاجات دي موجودة، بحيث أن الطالب يقدر من خلال وجوده في البيت قادر أن هو يقدر يحصل نوع من أنواع الجودة في التعليم الإلكتروني. جودة أعضاء التدريس دي نقطة مهمة جدا ومؤشر من المؤشرات اللي احنا من خلالها لازم تكون موجودة عشان نضمن تحقيق الجودة في العملية التعليمية أو في التعليم الإلكتروني. لازم يكون تدريب كافي ومستمر على استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل المختلفة عشان يزود من فعالية مساعدته عضو هيئة التدريس للطالب، وإن هو يقدر فعلا يطور العملية والممارسة التعليمية. تاني حاجة لازم نتأكد إن عضو هيئة التدريس قادر على إن هو يقيم المادة التعليمية من خلال البرامج التعليم الإلكتروني، يعني معنى كده
ان انا عشان اتاكد ان الانظمه دي فيها جوده ولا لا، لازم كل العناصر دي الحاجات دي كلها تحصل. اذا التعليم الالكتروني هو هيحقق نسبه عاليه من الكفاءه، لكن لو احنا ما عندناش الحاجات دي يبقى كده ما فيش جوده في عمليه التعليم الالكتروني. ده بالنسبه اللي احنا ازاي نقيس جوده العمليه التعليميه بالتعليم الالكتروني. تاني حاجه بالنسبه للتعليم الهجين، انا عن نفسي بالنسبه للدراسات والابحاث اللي انا شاركت فيها وشفتها عن الموضوع ده، لقيت ان التعليم الهجين مش التعليم الالكتروني هو من افضل انظمه التعليم فعلا. بيقلل احتياجنا للاماكن فعلا. ثانيا بيعلم الطالب بيعلم، يعني بيتعلم ازاي يتشارك ويبدا يحصل نوع من انواع ان هو يستخدم الكمبيوتر. كتير من الطلبه كانوا ما فيش كونكشن خالص ولا تفاعل منهم بالكمبيوتر ولا قادرين ان هم يتعاملوا. مش هقول لحضرتك ان كتير اعضاء التدريس بداوا ياخدوا تدريب لنفسهم. كل دوت للعلم كان ليه جانب ايجابي في ان هم بداوا يدربوا ويشتغلوا على نفسهم، يطوروا من نفسهم، يحصل تعليم ذاتي فعلا. ان هو حصل في الفتره اللي فاتت دي تعليم ذاتي، الكل اشتغل على نفسه ودعم نفسه في استخدام البرامج، وبالتالي حصل نوع من انواع التطوير. فانا شايفه ان التعليم الهجين هو فعلا مناسب وكويس كفء اثبت نجاحه، لكن التعليم الالكتروني لوحده هو جائز ان هو يشتغل في الكليات النظريه، لكن بالنسبه لنا في القطاع في الهندسه احنا كان من الصعب جدا في المواد العمليه ان احنا نشتغل تعليم الكتروني بحتي، يعني من غير وجود التعليم الصفي التقليدي. في اي سؤال؟ اتفضل. لا سؤال، يعني دلوقتي احنا نقدر نعمل كونفيرميشن عشان نبقى طلعنا بحاجه كونكريت في ايدينا، ان لسه ما فيش قياسات حصلت للمقارنه ما بين انواع التعليم ده، وان حضرتك فضلت التعليم الهجين هو ده اللي ممكن يتقارن بيه اي حاجه ثانيه، وقريب ايكوفالنت قريب من الايه من التراديشنال اللي هو بيبقى في الجامعات والى اخره. يبقى الاستمرار بعد كده مش اوبشن، ان لازم الهندسه والطب والكليات العمليه دي ان هي ممكن تبقى بارشال اللي فيها جزء الكترونيك، انما لازم الجزء الفيزيكال لازم يبقى موجود. صححيني لو انا بقول غلط. انما لو الكليات بقى الكليات النظريه الادب والحقوق والاقتصاد والسياسه والكلام ده كله اخره ممكن تتطور او يطور الالكترونيك سيستم معاها، وتقدر ان هي تستكمل التعليم بعد كده، بقى يتم استكمال التعليم عن بعد او الكترونيك ليرنينج او الكترونيك تيتشنج او بشكل او باخر يعني زي ما تسمى، وممكن نكمل على طول. دي ممكن برضه تكمل بالسيستم ده على طول، ما تتغيرش بقى، يعني الكورونا مش خلص يبقى كله يرجع، لا، يعني عشان احنا بنستفيد بالدروس اللي احنا استفدناها من السنتين الوجاف دول بتوع كورونا، يعني ما انا مش شايفهم وجاف، يعني شايفهم الحمد لله يعني او ابتلاء من الله، بس لازم نستعمله كويس. شكرا يا دكتور، ربنا يبارك فيك. هل الكلام ده هل الكلام ده يعني اوكي زي ما يعني تمام؟ ايوه يا باشمهندس، هو فعلا زي ما حضرتك بتقول، والعلم الوزير فعلا قال ان هو حتى بعد فيروس كورونا المستجد هنشتغل بنفس السيستم، يعني مش هنرجع للتقليدي نهائي، لا، هيبقى نظام برضو بلندد ليرنينج هيستمر معانا، ولان هو فعلا اثبت نجاحه زي ما قلت لحضرتك، حصل فعلا سيلف ليرنينج باسلوب كبير، وده دعم العمليه التعليميه، ولكن بالبلندد ليرنينج مش بالاي ليرنينج فقط. الاي ليرنينج زي ما قلنا فعلا وزي ما حضرتك قلت، ممكن اي كليه نظريه تشتغل بالاي ليرنينج، وده هيوفر كتير، زي المجمع النظري بيبقى عدد الطلبه كتير وبيحصل نوع من انواع في كثافه طلابيه عاليه، لا، من خلال الاي ليرنينج ممكن جزء يحضر اونلاين وجزء فيس تو فيس وهكذا، الموضوع هيبقى اخف، هيحصل ان هو مش هيبقى فيه ضغط على المواصلات، كل ده هيوفر وسائل كتير، هيحقق من جوده الحياه الحضريه فعلا. لكن بالنسبه للكليات العمليه، المواد اللي هي فيها العملي هيبقى لازم بلندد ليرنينج، ان هو ما ينفعش اي ليرنينج فقط، لا، لازم يكون في فيس تو فيس وجزء من التعليم الالكتروني. ممتاز ممتاز، جزاك الله خيرا يا ست الكل، ربنا يبارك فيك يا دكتور. تؤمرني يا باشمهندس. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، شكرا يا ست الكل. شكرا لله. مهندس مصطفى اتفضل.
معلش يا دكتور، بس ممكن اعمل كومنت على السؤالين بتوع الدكاتره الافاضل. انا كطالب يعني بالنسبه لي موضوع السيرش او ان حضرتك تديني عن العناوين الرئيسيه او نبذه عن الموضوع قبل ما حضرتك تشرحيه ونعمل سيرش عنه، ده شيء فعال جدا على فكره بالنسبه لنا، وبيوفر علينا مجهود جامد في الفهم. انا لما يكون عندي معلومه او يعني مهيئ لاستقبال الحاجه دي او عندي فكره عامه عن الموضوع، بيوفر عليا مجهود جامد يعني في دماغي في استيعاب اي معلومه حضرتك بتقوليها. بس اللي حضرتك عايز اضيفه ان احنا بنعاني في السيرش نفسه. يعني لو حضرتك انت اديتيني البي دي اف او الفيديوهات او الكتاب اللي هو معتمد اللي انا هاخد منه المعلومه دي، يبقى حضرتك وفرت عليه يعني مجهود اكتر. ليه؟ ان احنا بنعاني ان احنا لما ندخل على جوجل طبعا بيجيب لي ملايين المعلومات، فانا مش بعرف انتقي او اجيب المعلومات اللي حضرتك عاوزاها، او فين المعلومات اللي هي مؤكده والمعلومات اللي مش مؤكده. ان حضرتك عارفه طبعا ان في كذا حد ممكن يضيف، دي حاجه. الحاجه الثانيه دكتور اللي هي الجامعات الانترناشونال، احنا ما ينفعش نقارن نفسنا بيها، ان احنا لسه بادئين النظام ده، بقالنا حاليا السنه دي، فاكيد هيبقى في معوقات وفي حاجات واقفه معانا، وده بالنسبه لنا يعني اللي احنا عملناه في مصر يعتبر انجاز اساسا، واللي برضو يعني حابب ان هو يكون فعال في مصر هنا، ان احنا نشوف الجامعات الانترناشونال دي لما بدات من الصفر، مش حاليا نقيس نفسنا عليها، نشوفها هي لما بدات الاول اللي هي واجهته وحلته ازاي، يعني يبقى التطوير ممنهج بناء على تجربه سابقه. وصل حضرتك كده ولا؟ تمام. هقول لك يا باشمهندس، انا بالنسبه لي بالنسبه لطالب سنه اولى وثانيه، انا بديله المرجع اللي يطلع منه المعلومه، ده لانه هو فعلا ما بيبقاش قادر على ان يطلع المعلومه باسلوب سليم. لكن من مفترض من سنه ثالثه بخليه هو يجيب المعلومه بنفسه. طب انت بتسال ان انا لما بخش اعمل سيرش على جوجل بيظهر لي ملايين من الداتا وانا ما بقدرش اتحكم ان هي سليمه ولا لا. ده ما ينفعش. انا المفروض لما بكون وصلت لمستوى معين لازم اكون قادر على اني اعرف المعلومه دي سليمه ولا لا، وده من خلال ان انا لازم اكون في اعتمد على كتب ومراجع علميه موثوق فيها، رسائل زي مثلا الكتب، المراجع، الرسائل سواء ماجستير او دكتوراه، كلها معتمده على انها بتنقل من مراجع موثوق فيها. ايضا بنك المعرفه المصري، انت لو دخلت على بنك المعرفه المصري هتلاقي ان هو بيعلموك خلال جوه بنك المعرفه ازاي تعمل سيرش جوه بنك المعرفه. حتى الطالب الثانويه العامه يقدر يخش يعمل اكونت على بنك المعرفه المصري، وبيدوا ورش عمل مجانيه كل يوم اثنين وخميس الساعه 9. ورشه العمل دي بيعلمك ازاي تعمل سيرش جوه بنك المعرفه المصري لاي طالب سواء ثانويه عامه او طالب جامعي او ما بعد الجامعي، بتفلتر ازاي الداتا اللي بتطلع لك وبتوصل لافضل نتائج موثوق فيها ومؤكده ان الداتا دي سليمه. دي حاجه ممكن تبدا تعمل سيرش عليها وتشوفها في بنك المعرفه المصري. ثانيا زي ما قلنا، لو انت هتعتمد على جوجل بيرس وتعمل سيرش فيه، يبقى تفلتر الحاجه، يبقى لازم تكون كتب، تكون مراجع، تكون رسائل ماجستير او دكتوراه او بيبر بحثيه، لان دول اكتر حاجه بتبقى موثوق فيها ان هي اقدر اخد منها المعلومه. بالنسبه للانترناشونال والكليات الدوليه والحاجات دي، احنا دايما بنطمح للوصول ليها، دايما بنطمح الى التقدم للناس دي. لما بنيجي نعمل اي لائحه او برنامج دراسي، بنعمل مقارنه ما بين اللائحه بتاعتنا وما بين الانترناشونال، بنشوف هما بيدرسوا ايه، وبنحاول نضاهي المقررات بتاعتهم. هكذا حتى في اسلوب تدريسنا، احنا بنشوفهم هم وصلوا لايه، ازاي ايه هم الجوده، مؤشرات الجوده اللي هم شغالين عليها بيعملوا ايه، وبنحاول نضاهي الموضوع ده وبنحاول نحققه. يعني احنا مش بعيد عنهم، لا احنا بنبص عليهم، بنحاول ان احنا نوصل نطمح ان احنا نبقى زيهم، ودوت بيحصل في كل شغلنا على مستوى المؤسسه التعليميه بتاعتنا، يعني مش بس في اسلوب او استراتيجيه تعليمنا، لا حتى في وضعنا للبرامج التعليم، البرامج والمقررات الدراسيه بتاعتنا، اللوائح الدراسيه في الكليات، كل ده سواء كليات في الحكومه او الخاص بيحصل نوع من انواع ده، بنشوف البرامج بتاعتهم قد ايه هي ناجحه، ايه المقررات الموجوده فيها، وبنضاهي وبنعمل مقارنات وبنحط اللوائح بتاعتنا بحيث ان احنا نبقى يعني في الافضل ونتقدم لقدام. يا رب اكون جاوبت على سؤالك، ولو في اي اسئله تانية انا موجوده مع حضرتك. اكيد طبعا يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. الشكر لله.
شكرا جدا لحضرتك يا دكتور على المحاضرة العظيمة دي، وريت شكرا نتعرف تاني إن شاء الله. يعني شكرا لحضرتك، متشكرة قوي. ما خليك، تفضل. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.